والعربية والعالمية ومجموعة من الأخبار والتقارير والمقالات المتنوعة. نبدأ من الأهرام ونقرأ المنشات بعنوان مصر تدخل عصر الثورة الصناعية الرابعة. الرئيس: التطور التكنولوجي وتغيير ثقافة التعلم طريقنا للتنمية الشاملة وآلية جديدة لاكتشاف الموهوبين والعقول النابغة بالجامعات. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصه على أهمية مشاركة مصر في الثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم حاليا وتعتمد على العلوم والتكنولوجيا، مشددا على أنه يصعب عليه للغاية عدم المشاركة في تلك الثورة، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب جهدا من الشباب والحكومة وأساتذة الجامعات والمصريين، وطلب المصريين بالالتفاف حول العلماء ومتابعة رؤيتهم وربطها بالواقع حتى لا ننفصل عن العالم، وحتى لا تفوتنا المشاركة في تلك الثورة العلمية والتكنولوجية الجديدة التي تمثل حياتنا ومستقبل أبنائنا. أضاف الرئيس خلال مداخلته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي الذي افتتحه الرئيس أمس تحت عنوان بين الحاضر والمستقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن التطور العلمي والتكنولوجي قد يسحق أجيالا في هذه الثورة الجديدة إذا لم تلحق بركابها، مشيرا إلى أن التفاوت بين قدرات الدول وتراجع البعض منها سوف يؤدي إلى المزيد من التردي. وفي اجتماعه أمس على هامش المنتدى مع المجلس الأعلى للجامعات ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد الرئيس على ضرورة الارتقاء بدور الجامعات ومنهجية البحث العلمي للمساهمة في تغيير واقع ثقافة التعلم والمعرفة، ومن ثم دعم عملية بناء الإنسان المصري ومسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر في الوقت الحالي، وذلك باعتبارهما ركنا أساسيا في بناء الدولة العصرية الحديثة وركيزة محورية لتلبية طموحات الدولة لتحقيق هدف التنمية المستدامة. وجه الرئيس خلال الاجتماع بالعمل على تطوير واقع المقاربة التعليمية في مصر بما يسهم في استيعاب ومواكبة مردود التكنولوجيا البازغة على سوق العمل ودعم الشباب المتميز والمتفوق علميا من المبتكرين والباحثين في ظل ما يمثلونه من طاقة وذخيرة مصر، وذلك من خلال إيجاد آلية مؤسسية فعالة بالجامعات لاكتشاف الموهوبين والعقول النابغة للانطلاق نحو المستقبل لمصلحة مصر وكذا للإنسانية جمعاء. من الجمهورية نقرأ تقرير بعنوان 5 ملفات مهمة أمام قمة السيسي ترامب واشنطن: التعاون الثنائي وقضايا المنطقة ومكافحة الإرهاب أهم القضايا. أكدت الخارجية الأمريكية على أهمية الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. وقال مصدر مسؤول بالوزارة أن القمة السادسة تأتي في إطار العلاقات القوية والعميقة بين البلدين، بالإضافة إلى العلاقة الوثيقة التي تجمع بين الرئيسين السيسي وترامب، كما تأتي الزيارة تزامنا مع مرور 40 عاما على اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة. أشار المصدر إلى أن مباحثات الزعيمين ستتناول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية المهمة والأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن وكيفية إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بالإضافة إلى ملف الإرهاب وسبل مواجهته لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وأكد المصدر أن الملف الاقتصادي سيكون حاضرا في المفاوضات التي سيجريها الرئيس السيسي مع الجانب الأمريكي، خاصة في ظل النجاح الذي تحقق في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بالإضافة إلى نجاح القيادة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار، وهو الأمر الذي يمثل أهمية قصوى للمستثمرين لضخ استثماراتهم في السوق. وقال أن مصر لا تزال شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة وأن الجانبين يعملان في كافة المجالات ويحققان منافع متبادلة من هذه العلاقة الثنائية، حتى وإن كان هذه العلاقة قد شهدت اختلافات في بعض الفترات وهو أمر طبيعي ولا يؤثر على التعاون بين الجانبين، فنحن نعمل معا على كافة المجالات الأمن والسياسة والاقتصاد. نروح للأخبار ومنها نقرأ مصر تفوز بجائزة الريادة الدولية في السياحة. فازت مصر بجائزة الريادة الدولية في السياحة لهذا العام والمقدمة من المجلس الدولي للسياحة والسفر تقديرا لجهود مصر في تعزيز قطاع السياحة المصرية ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أن تقدير المجلس الدولي للسياحة للجهود التي تبذلها مصر للنهوض بالقطاع هي شهادة ووسام نعتز به جميعا، وأعربت عن سعادتها للفوز وأشارت إلى أنها تهدي الجائزة إلى الدولة المصرية وإلى فريق العمل والقطاع السياحي
لأن النجاح لا يأتي إلا بتضافر جميع جهود الجميع. وأضاف وزيرة السياحة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبرنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة في مصر، مشيرة إلى أن منظمة السياحة العالمية قامت مؤخرا بإهداء الرئيس السيسي درع المنظمة تقديرا لدعمه الفعال لقطاع السياحة ومساهمة القطاع في استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة. من الأخبار أيضا مسابقة جديدة لتعيين المعلمين قبل العام الدراسي القادم. تستعد وزارة التربية والتعليم لإطلاق مسابقة جديدة لتعيين المعلمين قبل بدء العام الدراسي القادم، وأشار دكتور محمد عمر نائب الوزير لشؤون المعلمين إلى انتهاء مسابقة العقود المؤقتة خلال الفترة الماضية بتسلم الفائزين عملهم بالمدارس، وأوضح أن المسابقة الجديدة ستكون بآليات ومعايير مختلفة عن السابقة بهدف اختيار الأفضل، وسوف يخضع الناجحون بها لبرامج تدريب مكثفة قبل العام الدراسي، وتهدف إلى سد العجز في المدارس بمعلمين مؤهلين يمتلكون أدوات التعلم الحديث التي تخدم أهداف التطوير. من جانب آخر انتهت أمس أول امتحانات الإلكترونية تجريبية على التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، وأداءها في المتوسط 580 ألف طالب مسجلين. وقال دكتور رمضان محمد مدير المركز القومي للامتحانات أنه تم إرسال فرق بحثية خلال الامتحانات لاستطلاع آراء الطلاب التي جاءت معظمها إيجابية، ولم ترد شكاوى من الوقت المخصص لكل امتحان كان مناسبا تماما لعدد الأسئلة. وأضاف أن عمل التصحيح مستمر حاليا، ويتولى 2 من المصححين وضع درجة لكل سؤال، وأشار إلى أن هناك 50 مركز تصحيح على مستوى الجمهورية، وأكد أن المركز يعمل حاليا على تقييم التجربة لتلافي أي أخطاء، كما يجري تدريب دفعات جديدة من المصححين للامتحانات الإلكترونية. من المصري اليوم نقرأ وزير النقل زيادة عدد تذاكر القطارات 20% لحين قدوم العربات الجديدة. توجه المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات بالشكر إلى ركاب القطارات بعد الاستجابة لمبادرة التصدي لظاهرة الركوب دون تذكرة، مشيرا إلى العمل على زيادة عدد الشبابيك ووضع أكشاك في جميع المحطات للتسهيل على الركاب. وأضاف في تصريحات صحفية على هامش زيارته لورشة كوم أبو راضي أمس أنه وجه بزيادة عدد التذاكر بمقدار 20% لحين توريد العربات الجديدة التي تعاقدت عليها الوزارة بواقع 1300 عربة. وتابع الوزير قائلا سيتم كتابة كلمة واقفا على تذاكر نسبة 20%، مشيرا إلى الانتظام الكبير في مواعيد قيام القطارات، وأن بعض التأخيرات ترجع إلى أعمال تجديد السكة وتطوير نظم الإشارات على الخطوط. وأشار إلى الإعلان عن تلك التأخيرات يوميا في جميع وسائل الإعلام، مؤكدا أنه لن يتم السماح بوجود سوق سوداء للتذاكر وسيتم التصدي لها بكل حزم، مطالبا تعاون المواطنين ضد هذه الظاهرة. من الشروق ضبط 2147 كيلو جرام هيروين بقيمة 2 مليار جنيه على متن إحدى السفن بالبحر الأحمر. نجحت عناصر من القوات البحرية بالتعاون مع وزارة الداخلية في إحباط محاولة لتهريب 2147 كيلو جرام من مادة الهيروين المخدر و99 كيلو جرام من مادة آيس المخدر، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة. وتعد هذه الضبطية من أكبر الضبطيات للمواد المخدرة، حيث تقدر قيمة المضبوطات بحوالي 2.5 مليار جنيه مصري، وذلك استمرارا لتنفيذ مهامها في تأمين وحماية الحدود البحرية والتصدي بكل حسم للمهربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف النيل من مخدرات الوطن والتعدي على المياه الإقليمية المصرية. وبناء على ما ورد من معلومات من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، تفيد بتواجد كمية كبيرة من المواد المخدرة على متن إحدى السفن بالمياه الإقليمية المصرية بالبحر الأحمر. تم دفع عدد من وحدات القوات البحرية لتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفينة المشتبه بها واقتيادها إلى أحد الموانئ، وتم التحفظ على السفينة والقبض على طاقمها وتسليم الأفراد والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. نروح لليوم السابع ومنه نقرأ البحوث الفلكية 5 لجان لاستطلاع هلال شعبان المعظم اليوم بالتنسيق مع الإفتاء. أنهى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية استعداده لاستطلاع هلال شهر شعبان المعظم تحت رعاية الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، وذلك بالتنسيق مع دار الإفتاء بعد أن كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس عن أن غرة الشهر فلكيا غدا السبت 6 إبريل الجاري. وكشف دكتور محمد غريب أستاذ الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن خمس لجان لاستطلاع هلال شعبان ستتواجد اليوم لمحافظات
أسوان وقنا وسوهاج والفيوم ومرسى مطروح، وستضم كل لجنة عضو من معمل أبحاث الشمس وممثل عن دار الإفتاء وإمام مسجد أو رجل دين بالمحافظة. وأوضح أستاذ الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تصريحات خاصة لليوم السابع أن اللجان ستتجه للمحافظات لاستطلاع الهلال اليوم الجمعة 5 إبريل الجاري، مؤكدا أن الأصل في تحديد غرة الشهر للرؤية الشرعية. ننتقل للشأن العربي والدولي، ومن سكاي نيوز نتابع سياسات أردوغان تبعد المستثمرين الأجانب عن تركيا. دفع التدهور الاقتصادي الذي تعيش تركيا منذ سنوات العديد من المستثمرين الأجانب إلى الإحجام عن دخول للبلاد، في حين حول المستثمرون الأتراك في الداخل مدخراتهم إلى العملات الأجنبية. ووفق معطيات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، فإن حسابات العملات الأجنبية في المصارف التركية تواصل ارتفاعها بدون توقف منذ 6 أشهر بحسب تقرير لصحيفة أحوال التركية. وبحسب الهيئة ذاتها، فقد زادت حسابات العملات الأجنبية خلال آخر أسبوع من الشهر الماضي فقط بمقدار 3.6 مليار دولار، ليصل إجمالي قيمتها بشكل عام إلى 209 مليارات و490 مليون دولار، وهو رقم قياسي جديد. هذا يعني أن 53% من الودائع الادخارية بالمصارف التركية يتم الاحتفاظ بها على شكل عملات أجنبية، مما يؤكد المستويات القياسية التي تصل لها الأزمة الاقتصادية لأول مرة منذ العام 2001. ما زلنا مع الشأن العربي والدولي، ومن الشرق الأوسط نقرأ الجيش الليبي يعلن بدء عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس. أعلن الجيش الوطني الليبي بدء عملية عسكرية للسيطرة على عاصمة طرابلس، وقال المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي من بنغازي أن القائد خليفة حفتر أمر القوات بالتحرك صوب العاصمة طرابلس للسيطرة عليها ولا تراجع. وأضاف أن العمليات العسكرية الفعلية بدأت وستستمر ضد الإرهابيين بكل صنوفهم حتى النهاية، والقائد حفتر يتابع التطورات بنفسه داعيا المواطنين لاتباع تعليماته. وأشار المسماري إلى أن قوات الجيش الليبي دخلت غريان جنوب طرابلس وسط ترحيب كبير من الأهالي. ومن جانبه ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الفصائل الليبية ضبط النفس وحذر من خطر اندلاع معارك ضارية. وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات تويتر: أدعو إلى التهدئة وضبط النفس بينما أستعد للقاء القادة الليبيين في البلاد. وأضاف: لا يوجد حل عسكري، الحوار بين الليبيين هو وحده الذي يمكنه حل المشكلات الليبية. بكده تكون انتهت جولتنا في الصحف، ونروح لنشطنا الرياضية ومجموعة من الأخبار والتقارير الرياضية المحلية والعالمية. من فضلكم تابعونا.